اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه امبارح في احتفاليه رائعه او مؤتمر رائع جدا لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الكابتن خطيب كان واقف على المسرح وكل الناس بتتفرج على ما حدث خلال 4 سنوات داخل النادي الاهلي. 4 سنوات من اصعب 4 سنوات مروا وعدوا على النادي الاهلي. كل الكلام ده الحقيقه كان امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي شرح كل هذه الامور وشرح يعني ايه شركات الاهلي خلال الفتره القادمه وكيف يستقبل النادي الاهلي مستقبله خلال الفترة اللي بعد كده، لأنه كل جمهور النادي الأهلي كان عايز يعرف يعني إيه شركة الأهلي لكرة القدم، كان عايز يعرف يعني إيه شركات الأهلي المختلفة اللي موجودة. امبارح الحقيقة شرح وافي وواضح جدا لكل أعضاء الجمعية العمومية ولكل جمهور النادي الأهلي. كل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر هذا المؤتمر الحقيقة الرائع، شكلا وأداء وكلاما وحديث راقي جدا من الكابتن محمود الخطيب. حضراتكم سمعتوا امبارح كابتن محمود الخطيب بيقول انا عملت، حضراتكم سمعتوا امبارح كابتن محمود الخطيب بيتكلم على مجالس اداره النادي السابقه ازاي، دروس مستفاده كثيره جدا جدا طوال المؤتمر امبارح. كل المؤتمر الحقيقه كان دروس، دروس في التنظيم، دروس في الشكل العام، دروس في النقل الحقيقه عملتها قناه النادي الاهلي من خلال النقل اللي حضراتكم شفتوه، واللي انا بشكر حضراتكم جدا جدا على اشاده الجميع الحقيقه بما حدث من نقل على شاشه قناه النادي الاهلي وتغطيه ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر. فالحقيقه كل حاجه كانت رائعه. كشف حساب بيعمله كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء المجلس زي ما حضراتكم شايفين كانوا متواجدين. هل حضراتكم شفتوا في أي نادي آخر أعضاء مجلس إدارة سابقين متواجدين في مؤتمر بيعمله رئيس مجلس الإدارة علشان يقول اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت؟ شفتوها في حتة؟ قد ايه الاحترام وقد ايه الاخلاق وقد ايه المبادئ هي التي تسيطر على النادي الاهلي في كل شيء وعلى جمعياته العموميه. بصوا حضراتكم الناس قاعده ازاي، الناس قاعده بتستمع وبتنصت الى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيتكلم عن كل شيء. كل شيء قال على فكره في المؤتمر الكابتن خطيب، قال لك احنا عملنا لعبنا 4 بطولات مثلا، يعني خدنا بطولتين وخسرنا بطولتين ووصلنا النهائي مره في البطولات الافريقيه. قال في كل شيء، اتكلم في كل حاجه، قال لك مفيش مجلس اداره بيعمل كل حاجه 100%، ما بياخدش يعني كل البطولات، ولكن هل حضرتك وانت قاعد بتتفرج على المؤتمر تخيلت ان ممكن الكابتن محمود يجيب لحضراتكم لاعضاء الجمعيه العموميه ولاعضاء النادي او لمحبي النادي الاهلي في العالم كله امبارح الحقيقه وهم بيتفرجوا كانوا مبسوطين وسعداء ليه؟ لانه كان بيقول انا قلت كرئيس مجلس اداره ومعايا مجلس اداره محترم جدا، قلنا هنعمل 1 2 3 4 في عائله الاهلي، وجاب الكتيب وحطه على الشاشه وحضراتكم شفتوا اللي حصل امبارح. حاجه محترمه جدا، تكريمات بكره ان شاء الله طبعا وكالعاده، يعني مش مضطر ان انا اقول هذا الكلام، ولكن كالعاده الحقيقه بكره ان شاء الله تكريم الكابتن حسن حمدي وتكريم كابتن حسن مصطفى اللي قرر الكابتن محمود الخطيب ان هم يكونوا من اوائل المكرمين للكابتن خطيب للمكرمين للنادي الاهلي. بكره ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي هتلاقوا حفل التكريم متواجد وتتفرجوا عليه براحتكم وانتوا قاعدين. حاجه هتبقى محترمه جدا 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 وتليق الحقيقه باسمين كبيرين خدموا النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا من حياتهم.